السلام عليكم الاخوان الاخوات، نتمنى الفيديو يلقاكم في صحه مزيانه ان شاء الله. اليوم جيت بواحد الفلوغ صغير اللي فيه جوج نصائح بالنسبه للناس اللي تمشي لمدينه اكن في المانيا. النصيحه الاولى فاش كنمشي وكنبقاو ندورو نقلبوا على الباركينغ، الوغ انايا غادي نخلي لكم العنوان في صندوق الوصف بواحد الباركينغ اللي يعني كتستاسيوني ديريكت كتخرج للسونتر فيل، ما كتمشي ما كتمحني. وفوالا تاني حاجه اللي هي واحد المطعم اللي حدا هاد الباركينغ، مطعم لبناني. بصراحه انا اول مره كناكل عنده، يعني الحمد لله الماكله عندهم هذاك الشيء نقي وبنين. فوالا انا صورت لكم الكارت ديال المنيو ديالو، العنوان، هاد التليفون. بصراحه جربوا راه ما تندموش، يعني حتى الاكل رخيص. كيف كتشوفوا هنا خدينا المقالي، وهنايا هذا خبز عندهم دايرين فيه الثومه والزيت البلديه، واعر بصراحه. وهذا بابا غنوج مع داك الحمص مشالي من بالي، المعذره مشات لي من بالي. وهنايا هذا مشاوي، فوالا كيدير لك البروشيت والكباب. الوغ هنايا نخليكم مع هاد الجوله اللي هنايا، هاد لابلاس اللي كاين فيها العماله في مدينه اكن. نخليكم مع هاد الجوله. مهم هذا واحد الشارع اللي كيكونوا فيه مغازات اللي توجو في السنتر، وكنصح وسي بهذا السنتر كوميرسيال او هاد البلاصه اللي كيكونوا فيها مغازات ديال ماركات كبار. اللي بصراحه فيما كنمشي كنلقاو يعني سولد تما حوايج رخاص. مهم كنتمنى هذا الفلوغ يعجبكم، وشكرا على المتابعه، والى فيديو اخر ان شاء الله. شكرا لكم، سلامه.